شنو مفهومكم للبلاتينيوم الصعب؟ أدري ناس بتقول لي دارك سورز، ناس بتقول لي أوفر ووتش، ناس بتقول لي نينجا جايدن، ناس بتقول لي جي تي اي. أنا اليوم بجيب لكم بلاتينيوم مو بس صعب، بجيب لكم بلاتينيوم جهنم، جحيم، يعتبر أصعب بلاتينيوم على البلايستيشن. خمسة فقط جايبين فيه البلاتينيوم، خمسة فقط، والبلاتينيوم يتطلب 900 ساعة فوق الصعوبة، يعني مو بس صعب، 900 ساعة حق تخلصونها، يعني دمار شامل. اللعبة هذه اسمها Crypt of the Necro Dancer، لعبة يعني كلش يعني مو حتى 3D 2D، وراويكم شكلها تشوفوا شلون، وتعتبر أصعب لعبة على البلاي ستيشن. فيلا شباب اللي يعتبر روحه فنان ويقول أنا فنان، يلا هاي أصعب لعبة على البلاي ستيشن، روح اشترها ونزلها ونشوف إذا تطلع فيها بلاتينيوم.